اخش مساء انوار يا كابتن مدحت، برحب بيك وبضيفك الكبير الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الاولمبي. وعايز اقول لك يا كابتن النهارده كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد ميلاده اللي كان يوم 23 مارس. كل سنه وانت طيب يا كابتن حسام. شرفنا النهارده الكابتن اسامه عرابي المدرب العام لمنتخبنا الاولمبي، برحب بيك كابتن حسام. اهلا وسهلا بيك ومساء الانوار للكابتن مدحت والكابتن حسام. مساء الانوار، مساء الانوار على كل الساده المشاهدين. ومعانا الكابتن ابراهيم عبد العزيز مدرب حراس المرمى منتخبنا الاولمبي، برحب بيك. اهلا بيك واهلا باسره مساء الانوار الكابتن مدحت والكابتن حسام البدري. والكابتن ايمن حافظ المدير الاداري منتخبنا الاولمبي. مساء الانوار لشلبوكا، وحشنا شلبوكا جدا. كابتن حسام طبعا والساده المشاهدين. كابتن اسامه عرابي، انت اكيد كان ليك ذكريات كويسه مع الكابتن حسام البدري منذ كنتوا لاعبين. انتوا تصعدتوا، حضرتك تصعدت سنه 82 وكابتن حسام سنه 79، اكيد كان ليكوا ذكريات مع بعض، ذكريات سيئه وذكريات حلوه، تفتكر لنا حاجه منهم كده بعد اذنك؟ كتير طبعا. انا زميلت حسام من موسم 82، يعني اكتر من 32 سنه دلوقتي. بدايه واحنا لعيبه طبعا، هو كان سابقني في اللعب، وانا ابتديت موسم 82، وطبعا لعبنا مباريات مع بعض سواء مباريات في الدوري العام المصري او المباريات الافريقيه. ولكن انا طبعا متذكر كويس جدا مباراه الحليب المغربي اللي في كاس الافريقي سنه 84 85، ودي يمكن السنه اللي كابتن حسام اتعور في رجله في ركبته. كنا في المغرب وحصل التواء تقريبا في الركبه او كده، وهو صمم يكمل، فلما نزل حصل بقى الاصابه الجامده جدا اللي هي يمكن بعد كده بعد الموسم 85 هو ابتدى يخش في عمليات وكده. دي كانت من الذكريات او من الحاجات السيئه اللي كانت يعني عشتها مع كابتن حسام. طبعا الحاجات الجميله كتير جدا، احنا بطولات كتير طبعا بدايه واحنا لعيبه، بطوله 84 و85 ابطال الكؤوس مع كابتن ساس، مع كابتن جواري، 86 مع كابتن طه. ثم بعد كده لما انا اعتزلت سنه 1999، اول عهدي بالتدريب كنت مساعد لكابتن حسام في فريق 17 سنه. ثم طبعا من الحاجات بقى الجميله جدا اللي ما اقدرش انساها البطولات الكبيره اللي حققناها مساعدين للفريق الاول مع مستر ديكسي المدرب الالماني، وكان الكابتن مختار كمان معانا في الجهاز. خدنا كاس مصر مع مستر مانويل جوزيه 2001، وخدنا بطوله ابطال الدوري ضد سان داونز، ثم السوبر ضد كايزر شيفز، ثم 2003 2004 رجعنا تاني للنادي الاهلي نفس الجهاز، وحصلنا على بطوله الدوري العام. فيعني عشنا بطولات كتيره وذكريات كتيره طبعا جميله مع بعض. يعني بصراحه كده الكابتن حسام البدري منذ الصغر بيمتلك كاريزما القياده، يعني انت حضرتك كنت وانتوا صغيرين مزملة في الملعب تحس انه بيمتلك كاريزما القياده؟ ما فيش شك، واي واحد يعرف شخصيه كابتن حسام يعرف انه الشخصيه القياديه موجوده عنده يعني في حياته حتى. ويمكن ناس كتير ما تعرفش عنه ان هو بيحب يعني الهزار والضحك وكده، يمكن هو وشه احيانا يبان فيه صرامه، ولكن اللي يعرفه كويس يعرف ان هو بالعكس من الناس اللي بتحب تملي تضحك وكده، بس هو جد ساعه الشغل ما بيحبش يعني الهزار، بيعرف وقت الجد امتى ووقت الهزار امتى يعني. لكن من سماته الشخصيه طبعا سمه القياده دي من زمان يعني واضحه فيه يعني. وده ياخدني لسؤال لكابتن ابراهيم عبد العزيز، انت كنت مع كابتن حسام البدري في ليبيا اثناء الحادثه الاخيره، الحمد لله رجعت منها بالسلامه. يعني اول ما حصل الحادثه كابتن حسام اتصل بيك قال لك ايه؟ والله احنا كان عندنا في اليوم ده مباراه، وكنا جايين من سفر ودخلنا بالباص النادي، وهو خد عربيته واحنا خدنا عربيتنا. احنا كنا المفروض تاني يوم مسافرين مصر يعني. ففوجئنا واحنا هو مشي واحنا مشينا، اول ما وصل شقته لقى بيكلمنا الحول اللي حولنا اتضرب عليه نار. فطبعا رحنا نشوف ايه الاحداث، فهو بقى قعد يحكي لنا ان في عربيه كانت
متابعاه كده، وحصل ضرب نار، فشفنا ضرب نار في الازاز الخلفي للعربيه بتاعته، والحمد لله ربنا سترها طبعا. من يعني لما قعد يحكي لنا هو بيقول يعني من ضمن اللي حصل ان هو لما شاف العربيه قريبه منه ولقى في حد طالع كده ملسم ومعاه مسدس، ربنا الهمه انه يدوس حاجه لا شعوريه، يعني يدوس فرامل، هي دي اللي عملت الفرق بينه وبين العربيه اللي جنبه. فالحمد لله طلق النار جه في الازاز الخلفي اللي هو في داره، والحمد لله عدت على خير يعني. بس طبعا احنا كان في حاله ذعر يعني بالنسبه لنا كلنا، وخلاص كان كابتن حسام يعني احنا صممنا في اليوم دوت، وكان ده رايه واحنا كنا موافقينه يعني ان احنا ننزل مصر وما نرجعش تاني يعني. وده اللي حصل، نزلنا الدنيا طولت معانا شويه في الاجازه، لكن طبعا بقى ظروف النادي وجي رئيس النادي اتكلم ووعدوا معاه، وكابتن حسام يعني خلى بقيه الجهاز يسافر، وقبل ما خد يعني استعاد الشفاء شويه جنة، والحمد لله قدينا بقيه الدور الاولاني في ليبيا، والحمد لله وصلناهم الكونفدراليه ونزلنا بلا رجع يعني، ما رجعناش تاني الحمد لله. الحمد لله على سلامتكم. كابتن ابراهيم، انت حضرتك اشتغلت مع كابتن حسام بدري منذ قطاع يعني من فتره كبيره من قطاع الناشئين، عايزين نعرف كواليس اختيارك كمدرب حراس مرمى منتخبنا الاولمبي. والله انا ليا واقع حوله مع بالنسبه لكابتن حسام، مش عارف فاكره ولا بقى، مع بدايه شغلي معاه 96 97، كان ساعتها ماسك مدير قطاع الناشئين كابتن محمد رمضان، وكان اول مره يعمل اقتراح جميل قوي اسعدنا كلنا يعني، ويعني هو كان متعب بالنسبه لنا شويه بس كان كويس ان هو نبدا نعمل الاختبارات بتاعتنا مش في النادي، نبدا نعملها في مراكز الشباب. وكان من حسن حظي ان انا اللي اتعاملت معاه فتره الاختبارات كلها كان في مركز شباب باب الشعريه اللي هي منطقتي، وكان ملازمني فيها الكابتن حسام البدري، فكانت دي اقرب فرصه ليا مع كابتن حسام. وبعدها بقى كابتن حسام ما شفتوش في الدرجه الاولى يعني، فربنا كرمه، وانا طبعا اشتغلت في قطاع الناشئين فتره طويله، وبعدين سبت النادي اشتغلت في الدوري الممتاز مع كابتن مختار فتره طويله، وما ساعدنيش حظ بقى ان اشتغل مع كابتن حسام الا في ليبيا. هو اللي اختار حضرتك في المنتخب الاولمبي. والله هو طبعا يعني هو ربنا بيسبب الاسباب يعني بمعنى ايه، انا كابتن حسام ليه جهازه يعني، حتى يمكن انا كان لما جه مسك امبي بعد ما سيبنا احنا امبي مع كابتن مختار، كان طبعا ليه جهازه، وهو ربنا كرمه واشتغل بتقامت احداث بقى اللي هي الثوره والحاجات ديت، انا رجعت اشتغلت في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وكابتن حسام اشتغل مع امبي، وبعدين النادي الاهلي بقى والاحداث وليبيا دي، فهو كان المفروض ان يبقى معاه جهازه يعني. يا ربنا بسبب الجهاز ان انا يحصل ظروف ان الكابتن حسام يطلبني، وطبعا كان شرف ليا ان انا اروح اشتغل معاه وانا كنت اخر واحد في جهاز في ليبيا يعني، ورحت اشتغلت معاه والحمد لله وربنا اكرمنا ووفقنا. يمكن ان انا ارتباطي ان انا بقى مع كابتن حسام هو طبعا المشكوره الكتير قوي من الكلام اللي قاله عليا يعني ساعه اختياري ليه، يمكن انا كتير كده ما يعرفنيش في الاعلام، لكن هو طبعا اصر ان انا ابقى موجود معاه. اكيد الفتره انا تعايشت معاه فيها واشتغلت معاه فيها في ليبيا هي دي اللي اثرت كابتن حسام ابقى معاه، ودي شرف ليا ان انا اشتغل معاه في المنتخب الاولمبي. سمير سعد اتلتيكو مدريد، طارق سمير رابيد فيينا، ادم منصور اكسير الفرنسي. طبعا حضرتك الاسامي ديت دي اسامي حراس مرمى مصريين يحملوا جنسيات اخرى ولسه ما لعبوش في منتخبات البلد اللي هم موجودين فيها، يعني عندك فكره عن الموضوع ده؟ هل في امكانيه انتم ممكن تبعتوا لهم يلعبوا معاكم؟ والله ده ممكن يعني، هو كابتن حسام طبعا سمعنا دلوقتي، ممكن نشوفهم يعني لو في امكانيه ان احنا نشوفهم من خلال اشارات فيديو او متابعه يبقى كويس، يبقى حتى بنشوف عناصر جديده ممكن تبقى يعني تضيف لنا للمنتخب حاجه كويسه يعني. فياريت والله لو الاسماء ديت ونقدر نحصر عليها، ونقدر طبعا بموافقه كابتن حسام ان احنا نحصر عليها ونشوفهم ونشوف الامكانيات ايه، تبقى طبعا هتبقى اضافه لينا كويسه يعني. دينامو منتخبنا الاولمبي الكابتن ايمن حافظ، كان في منافسه بينك وبين حد من اقطاب الاداره برضو في مصر، وكابتن حسام اصر ان انت تبقى موجود مدير اداري منتخب الاولمبي، كلمنا عن الكواليس. والله يعني طبعا ده شغف لي ان انا اشتغل مع الكابتن حسام، هو بالاصل يعني في صداقه كبيره جدا من زمان يعني، وفي حب من زمان بيننا وبين بعض، وان انا اشتغل مع الكابتن حسام ده شغف ليا وبقيت الجهاز كله يعني، فالحمد لله رب العالمين. طبعا اول ما الاسم اتعرض عليه هو وافق على طول الكابتن حسام ان انا ابقى موجود معاه، والحمد لله رب العالمين انا مستمتع جدا بالعمل معاه، لان
اللي يعرف الكابتن حسام وشخصيته هو في العادي بيننا وبين بعض بقى في ضحك وتهريج، لكن في الشغل بني ادم تاني خالص، صعب جدا يعني. بس ده كويس، انا بحب ده يعني. يعني هو بصراحه في شغله راجل منظم جدا، بحب اللي بيشتغل، كل حاجه ليها حساباتها، فده بيسعدني جدا طبعا. والحمد لله رب العالمين. طبعا الجهاز انا شايف ان كان فيه انسجام، واختيار الجهاز كان بشكل كويس جدا. كابتن حمادة المصري المشرف على المنتخب مع كابتن حسام فعلا نقوا اعضاء الجهاز. طبعا يعني اسمحوا لي اقول بقيه الجهاز لان مش موجودين معنا النهارده، في كابتن هشام عبد المنعم طبعا المدرب موجود، وفي الدكتور اسامه الشاعر الطبيب، وفي كابتن دكتور قاسم ادري احمال، وفي شادي الجيلاني منسق اعلامي، وفي ياسر عبد العال اخصائي تدليك، وفي محمود سليمان مهمات، وحسن واحمد مهمات الثلاثه يعني. فدول يعني شايف ان جهاز الحمد لله رب العالمين عملنا اكتر من معسكر، الامور ماشيه بشكل كويس جدا، اشتغلنا في اجتهاد في تعب. اقرب بطوله المنتخب لهم بين الفتره اللي جايه؟ والله احنا طبعا احنا يعني الفتره اللي فاتت كلها الكابتن حسام والجهاز يعني شافوا عناصر كتير جدا، ما اعتمدوش على المجموعه اللي كانت موجوده بس في منتخب الشباب، لا ادوا فرصة لكل الناس، والباب فعلا لسه مفتوح برضو الناس كتير جدا، فظهر لنا عناصر كتيرة. فدي كانت بداية المعسكرات اللي فاتت، ان يبقى فيه يبصوا على معظم اللعيبة اللي هي موجودة في الدوري الممتاز اللي ظهرت بشكل كويس. طبعا عندنا في شهر 5 هيبان القرعة بتاع عندنا تصفيات الأمم الأفريقية، الألعاب الأفريقية اللي هتبقى في الكونغو، دي هتبقى في شهر 7/2015 من 18/7 ل 31/7 في الكونغو، دي الألعاب الأفريقية. لسه طبعا الاتحاد الافريقي بيعمل القرعه لسه ما ظهرتش، وفي عندنا الاهم ان شاء الله اللي ربنا وفقنا فيه ونبقى موجودين، اللي هي تصفيات الالعاب الاولمبيه اللي هتبقى في البرازيل 2016، دي برضو لسه ما ظهرتش القرعه بتاعتها. فعلى شهر 5 هيبان الخريطه، هتبان بالظبط، ونبدا كابتن حسام يحط البرنامج بتاعه، ونبدا ان شاء الله الفتره اللي جايه كده يبقى فيه توفيق باذن الله. وانا شايف كمان ان لعيبه المنتخب الاولمبي زي ما الكابتن مدحت قال في اول برنامج ان دول نواه للمنتخب الاول ان شاء الله يبقوا في 2018، فمنتخب مهم جدا. عشان كده جابوا كابتن حسام البدري، اسم كبير كبر اسم المنتخب الاولمبي الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه لمصر باذن الله ان شاء الله. كابتن اسامه عرابي، حضرتك اشتغلت كرجل اول في اكثر من نادي، القناه، السكه الحديد، الرباط، والانوار، الانتاج الحربي، موسمين، يعني عايزين نعرف اسباب قبولك انك تبقى الراجل الثاني مع الكابتن حسام بدري في منتخب مصر الاولمبي. والله سؤال اخير رائع يا ايهاب. موسم 2005 2006 تقريبا كنت في الجهاز مع مستر مانويل جوزيه والكابتن حسام، و انا قعدت مع نفسي وفكرت ان انا يعني استقل وابتدي اشتغل لوحدي، ومن 2006 كنت بشتغل فعلا لوحدي. وانا اتذكر انه كابتن محمود الخطيب وكابتن طارق سليم كانوا قعدوا معايا وكابتن حسام ان انا اكمل في نفس الجهاز يعني مع مستر مانويل جوزيه وكابتن حسام، ولكن كنت انا عن قناعه اخذت هذا القرار، وفعلا قعدت 7-8 مواسم بشتغل لوحدي، واشتغلت اخر موسمين مع الانتاج الحربي، ثم كنت في ليبيا سافرت، لكن اشتغلت لمده اسبوع واحد. وجي العرض للكابتن حسام، كان في كلام انه احتمال يبقى في المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، فطبعا لما وقع الاختيار على الكابتن شوقي في المنتخب الاول، هو الكابتن حسام كان مكلمني ان انا لو جه المنتخب الاول اكون معاه، فطبعا رحبت وشرف يعني. لما جيت عرض عليه برضو المنتخب الاولمبي نفس الكلام، فانا اشتغلت مع كابتن حسام كتير، وكنت حابب اخوض التجربه دي. اولا كابتن حسام عنده خبرات كتير اكتسبها بشغله طويل من سنه 86-87 بعد اعتزاله، وشغله في الفريق الاول، شغله لوحده مع في الفريق الاول مع النادي الاهلي وحقق بطولات، ثم المريخ السوداني وحقق بطوله الدوري، ثم في الاهلي الليبي. فانا حبيت اخوض التجربه دي مع مدرب ليه اسمه. ثانيا موضوع المنتخب الاولمبي، انا ما كنتش اشتغلت في منتخبات قبل كده، فحبيت اخوض التجربه، فالعاملين دولت هم اللي خلوني اقبل ان انا اكون ضمن الجهاز. ونتمنى ان شاء الله
الفترة الجاية نقدر نعمل حاجة كويسة للكرة المصرية، لأن في عناصر كتيرة في المنتخب الأولمبي، عناصر جيدة وممكن يعني تبقى نواة كويسة للفريق الأول. اتفضل. بصراحة كده لو كابتن حسام بدري جه قال لك إن أنا جالي عرض من النادي الأهلي أرجع النادي الأهلي تاني، تنصحه بإيه كزميل ملاعب وكأخ؟ والله الموضوع ده بقى خليه بيني وبينه يعني شكرا يا على الهوا يعني، لكن النادي الأهلي ده بيتنا الأول كلنا، وأكبر نادي في إفريقيا وصاحب الشعبية الطاغية، ولكن احنا كل يوم بيبقى لنا ادوار بره النادي لوحدنا، في بره 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 مصر، نرجع تاني، الامور دي كتيره. طبعا نتمنى التوفيق طبعا للناس اللي موجوده، لكن الموضوع ده يبقى يعني حاجه شخصيه ممكن اتكلم فيها مع الكابتن حسام لوحده. بس انا يعني قبل ما اخلص عايز الكابتن مدحت بس يعيد اللقطه بتاعه الفيلم، عشان الكابتن مدحت رمضان عامل دور جامد قوي، حط رجل على رجله بيسقف، ممثل عالمي، ممثل بيتاري اهو. ده كان لقاء مع جهاز الفني منتخبنا الاولمبي كابتن مدحت. نعم. بنشكرهم وكلام ليك كابتن مدحت، اتفضل. اشكرك يا ايهاب، شكرا جزيلا. وادي كابتن مدحت رمضان حاطط رجل على رجل في لقطه مؤثره للغايه. دور عظيم. دور عظيم جدا. لنا مجموعه اسئله هامه جدا للكابتن حسام البدري من خلال الاصدقاء، عشان يبقى احنا بنرفع الحرج عن انفسنا، ولكن بعد الفاصل. يلا. قلتوا عايزين نتكلم ونقول للكابتن مدحت خلي بالك من غزل المحله مع البرنامج الجديد. الاول بقول للكابتن مدحت الف مبروك على البرنامج الجديد، واحنا ان شاء الله بنتكلم عن المحله بننزل نكسب الماتش الجاي طب انت الجايين دولت، لان الماتش صعب، عشان ان شاء الله الماتش ده هو اللي يقعدنا في الدوري. بنبارك للكابتن مدحت شلبي على مكانه الجديد وبرنامج مساء الانوار، وان شاء الله وشه هيبقى وش السعد على نادي غزل المحله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم كابتن مدحت شلبي، والحمد لله انت رجعت لنا بسماعك رات النهار يا مساء الانوار. انا اتمنى من الله الفريق غزل المحله 3 بونت ماتش الرجاء، وان شاء الله كابتن اشرف يوفي وعده ويرجع ب 3 بونت ان شاء الله. انا مسا عليك يا كابتن مدحت، بس اقف جنب المحله شويه، بس انا عندي اقتراح حلو والله يا كابتن مدحت. الجمهور ممكن يدخل الملعب، ممكن المحله بتلعب على ارضيه يدخل 1500 من المحله، والجمهور الخصم ما يدخلش، ولو جمهور المحله عمل حاجه الجماهير كلها يعني، ولو جماهير المحل عملت حاجه الماتش يتخصم ضدنا، والماتش اللي بعده ما يتلعبش على ضدنا. الاختراع ده حلو قوي. ما تلعبش على ارضك تقصد؟ يعني نلعب على ارضنا مع الاهلي، جمهور بتلعب على كل فرقه بتلعب على ارضها يدخل منها جوين، يدخل 1000، وعشان الجماهير وبالذات جماهير المحله معروفه الفرقه الوحيده في مصر ما بتلعبش غير جمهور. معانا شاهد بنت محمد عوينه، كبير مشجعي غزل المحله، عايز تقول ايه يا شاهد؟ عايز اقول يا رب المحله تكسب ومشاهد انوار يا شباب.